اسمي نصر، خريج بزنس، بدأت ألعب رياضة السكيتنج من 4 سنين. حاولت، أنا شفت صاحبي كان اتعرفت عليه يعني من صاحبي كان جاي من السعودية، فشفته بيلعبها فانبهرت بيه فقلت لازم أجربها. هي كانت صعبة قوي في البداية عشان أنا اتعلمتها وأنا كبير، بس أول ما اتعلمتها يعني حوالي قعدت يعني نقول في حدود 10 أيام أتمرن عندي في وسط بيتنا يعني وكده، عشان بعد كده أنزل أقدر أنزل الشارع. وبعد كده بعد ما اتعلمتها انطلقت الصراحة وحبيتها وأدمنتها أكتر يعني. كذا نوع من السكيتنج. السكيتنج بيبقى فيه انلاين سكيتنج، ده اللي انا بلعبه، في الكواد سكيتنج اللي هو العجلتين قدام وعجلتين ورا، ده بيستخدم اكتر للعروض والبنات بيلعبوه يبقى ليه اكتر ورقص في صالات مغطاه. اللي انا بلعبه ده بيبقى للجري والفريستايل اكتر في الشوارع، وبيستخدموه كان بره اصلا بيستخدموه كوسيله مواصلات، بس هنا احنا الفكره مش منتشره عندنا قوي، فاحنا بنحاول في مصر ان احنا ننشرها وكده. في بقى بلس السكيت بورد. السكيت بورد ده بيبقى بورد كده والناس بيقفوا عليه ويتمشوا، بس بيبقى بطيء شويه، بس مش زي ده. هو الحقيقه ما واجهنيش مشاكل قوي، لان انا ممكن في الاول الناس ما كانتش عارفه الرياضه قوي، اللي هو كان بتبص لي ايه ده، هي رياضه اطفال؟ مع انها اصلا مش رياضه اطفال يا جماعه. هو حتى معظم الناس اللي جربوها في مصر جربوها وهم صغيرين، كنت يعني لا، الفكره ان هي رياضه للشباب ورياضه ممتعه جدا زيها زي العجل. بس حتى العجل اخر فتره يعني خد وضعه شويه بسبب سياده الرئيس يعني اللي هو ركب العجل. احنا لا، السكيتنج ما فيش اي حاجه، محدش عارف عنه اي حاجه. هو كل حتى اللي بيشوف انت يا ابني انت مش صغير على الكلام ده، لا انا بمشي بيه حوالي 40 كيلو. الموضوع مش رياضه حاجه بسيطه اللي هو بتمشى بيه، لا انا بمشي بيه مسافات كبيره يعني. جدا جدا. انا الناس اول ما طلعت على التلفزيون يعني من قناه اسكندريه، اول ما بدات الموضوع ان هو انشره واعمل صفحه على الفيسبوك واعمل اكونت واعمل فيديوهات وكده، الناس كلها في اسكندريه عايزين يتعلموا. انا مش كل ما بيخش يكلموني انا نفسي اساعدهم، بس انا مش عنديش انا القابليه الماديه ان انا اقدر اعمل مكان يساعدني يعني، وان انا اعلمه او اوفر لهم سكيتات. فانا بدعي ربنا اصلا ان انا حد يدعمني، او من وزاره او من سياده المحافظ اسكندريه او من وزير الشباب والرياضه، ان هو يهتم بالرياضه دي شويه ويخليها، مش شرط ان هي تكون مشهوره في مصر، انت ممكن تعمل رياضه جديده وكمان تبقى منظور سياحي، يا بره مشهوره لكن هنا مش مشهوره. في حاجه واحده لازم تكون عنده، هي الاصرار. هي رياضه اسمها مش رياضه من اول يوم، الرياضه بتقعد تدريجيا تتعلمها يعني. اول يوم وقعت مثلا 8 مرات، تاني يوم وقعت 5 مرات بس، ثالث يوم وقعت 3 مرات، رابع يوم وقعت مره واحده، لغايه ما تقعش خالص وتبدا بقى ان انت تعرف تمشي بيه. وكل ما تتعلم حركه جديده كل ما تقع يعني، مع اي حاجه معروفه كده، حتى هو مثل فعام، كل ما بتقع كل ما بتتعلم. فهي الرياضه كده، كل ما تتعلم حركه جديده كل ما يعني كل ما اتعلم اكتر، كل ما هي معروف اتعلم، هي معروفه كده الرياضه يعني، حلاوتها في كده، بس لازم يكون عندك اصرار. اوكي، في نوع اسمه فريستايل. الفريستايل ده بنبدا نتعلم بيه حركات. الحركات بتبقى عباره عن ان احنا نمشي بظهرنا ونعمل حركات برجلينا كده، بيبقى منظرنا حلو قوي واحنا ماشيين. يعني بلس ان احنا بيبقى فيه كوينز، هبقى برضه اعرض لكم الكوينز دي. بيبقى فيه كوينز كده بنقعد نعمل عليها حركات ونقعد، بيبقى شكلنا منظرنا بيبقى جميل يعني. الناس بره بيهتموا بالرياضه ليه عامه؟ عشان بيحطوا اماكن عامه يعني، الرياضه دي اصلا لاماكن عامه، فبيحطوا اماكن عامه عشان الشباب يطلعوا طاقتهم فيها. يعني مثلا لما يكون الشاب مش عارف يطلع طاقته فين، فيبدا يعمل حاجات اللي هو يسرق او يهتم بالمخدرات وكده. لكن هنا لو انت وفرتي رياضه او ملاعب كده عامه، حتى ببلاش يعني، اقول لك ملعب اهو العب فيه فانا اطلع طاقتي فيه. فانت لو وفرت لي ملعب ان انا العب فيه سكيتنج هطلع طاقتي فيه، مش هقدر اروح اعمل اي حاجه وحشه واضيع بيها صحتي، فانا اهتم بالرياضه وتبقى منسوبه لصحتي يعني.